مشاهدينا، والمزيد من الحوار والتعليق حول التطورات الأخيرة ينضم معنا الكاتب الأستاذ حمزة مصطفى. بداية سيد حمزة، مرحبا بك في حصاد هذه الليلة عبر الرشيد. كقراءة سريعة للمشهد السياسي، قرار زعيم التيار الصدري بالانسحاب من العملية الانتخابية، وهل أسباب الرئيسة في تقديرك؟ هل تتوقع تراجعا تحت أسباب معينة لسماحة السيد مقتدى الصدر أم ضغوطات ما؟ نعم، شكرا جزيلا. الحقيقة السيد الصدر بدأ يواجه ضغوط ضغوط بمعنى يعني محاولات لإقناعه بعدم الذهاب بهذا الاتجاه، والسبب في ذلك هو حرصا أولا على العملية السياسية، كون السيد الصدر أحد أركانها الأساسية وأحد رموزها ومعالمها، وبالتالي وجوده في هذه العملية السياسية مهم وضمانة كبيرة، وهذا أمر يعني أصبح واضح ومعروف. بالإضافة إلى ذلك، الكتلة الصدرية كتلة مهمة أيضا في البرلمان وفي الحكومة، لها حضورها الكبير سواء على مستوى التشريع والرقابة والتنفيذ، وبالتالي من الصعب أيضا يعني التخلي عن هذه الكتلة، لأن هذا يعني يترك فراغ صعب إملاء من كتلة كبيرة وحريصة ولها جمهورها الذي تدافع عنه، وكذلك رؤيتها أيضا لكيفية بناء العراق من خلال التجربة الماضية. طوال التجارب البرلمانية الماضية من عام 2005 إلى اليوم كان للصدرين ولا يزال دور مهم. طيب، لذلك الانسحاب صعب في الحقيقة، غير ممكن. أنا شخصيا وجهت رسالة إلى سماحة السيد مقتدى الصدر بهذا الاتجاه، سنتطرق إليها نعم، وربما سواي أيضا سيكون له رأي في هذا الموضوع فضلا عن القوى السياسية، لأن أستطيع القول أن من الصعب تحمل غياب التيار الصدري، لأن هذا يعني إرباك للمشهد السياسي. اليوم نتحدث أستاذ حمزة ما بعد الإعلان عن الانسحاب، هل تتوقع مشاركة جمهور كبير كالتيار الصدري في حال نفذ قرار الانسحاب، خاصة وإن الصدر تمنى في نهاية خطابه نجاح الانتخابات المقبلة وإبعاد الفاسدين، وهذا سبب قد يدفع الكثيرين للمشاركة بدل المقاطعة؟ إذا بقيت الأمور بهذه الطريقة حسب الرسالة التي وجهها السيد الصدر، لا أعتقد الجمهور الصدري سيشارك في الانتخابات، سيقاطع تماما، لأنه جمهور مطيع. أما إذا السيد استثنى الجمهور، مثلا إذا رأى هناك نواب يريدون أن يعني يشاركوا في الانتخابات حتى إذا كانوا محسوبين على التيار الصدري أو قريبين منه، وممكن أن يأذن للجمهور، أعتقد يعني الجمهور سيشارك. الجمهور التيار الصدري الجمهور يعني يختلف عن باقي الجمهور، هو مطيع للسيد الصدر، ونحن ايضا يعني من هذه الزاويه نقول انه لا يمكن حرمان جمهور كبير من مثل التيار الصدري، طالما نحن بلد ديمقراطي ووسيله التغيير الوحيده فيه هي صناديق الاقتراع. السيد هو يرعى الاصلاح، وهو يعرف ان هذا الاصلاح لا يمكن أن يتم إلا بآليات ديمقراطية، وجزء من هذه الآليات الديمقراطية هي الانتخابات، وجمهوره هو جزء من هذه الآليات إذا أردنا تغييرا حقيقيا. وبالتالي يعني أتوقع يعني أو آمل، على الأقل لا أستطيع أن أقول أتوقع، آمل أن يسمح السيد مقتدى الصدر لجمهوره بالمشاركة في الانتخابات حتى تتوازن الكفة، لأنه لا يمكن التعامل مع فراغ ممكن أن يترك بهذه الطريقة. طيب، ذكرت أن العملية السياسية لا تتحمل هزات بهذا الحجم، يعني هل هذا المنظور بشكل سلبي أم إيجابي؟ إن كان في موضوع إيجابي، لماذا لا ينظر لهذا الأمر بأنه هز للفاسدين في جميع الكتل، ولكي يضع الضغط عليهم وحدهم وعلى كتلهم، بدلا من الموضوع أن يكون سلبي؟ لا، هنا المسألة إجرائيا ترتبط بالانتخابات. يعني الآن هو السيد عندما قال أو أعلن انسحابه من المشاركة في الانتخابات، بمعنى أنه للصدرين سيشاركون في الانتخابات وللجمهور سيشارك، فهذا يعني معناها ترك، بالعكس يعني ربما تكون فرصة الفاسدين أفضل في هذه الحالة الحقيقة، يعني لأكون صريح في هذه الناحية، عندما يعني إلا إذا أكو إجراءات، وهذه الإجراءات يعني لا أعرف كيف يمكن أن تكون في ظل بلد يتعامل مع كل شيء بطريقة ديمقراطية. حتى الإصلاحات اللي طرحها السيد الصدر كلها تتعامل بهذا الإطار، عندما يحتج بطريقة ديمقراطية، عندما يعني يريد أن يسحب وزراءه مثل ما حصل في وزارات سابقة، حكومات سابقة، يعني طلب منهم الانسحاب، عندما يريد أن يعاقب أحد يعاقبه بالطريقة المعروفة القصقوصة، وكل هذه تمر بهذه الطريقة الآلية. الآن عندما ينسحب
الإجراء الثاني لا نعرفه حتى الآن، لكن 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 طبقا لواقع الحال هذا يعني أن 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 هناك فرصة ربما ستتاح لآخرين قد يملؤون هذا الفراغ، وهذا قد يضاعف من عمليات الفساد وقد يضعف حركة الإصلاح، وهذا أمر لا نتمناه، لأنه لا يمكن منتصف الطريق ونعلن موقف آخر قد يستفيد منه خصوم وسياسيين لا يعني ليس هدفهم مثل هدف السيد الصدر وهو الإصلاح وهو بناء العراق. طيب المتابع للمشهد السياسي سيد حمزة، يعني إعلان السيد الصدر سحب اليد من كل المنتمين للحكومة الحالية وكذلك الحكومة اللاحقة، يعني ألا تجده أنه في ذلك ضوء أخضر لرئيس الوزراء والجهات الرقابية، خصوصا في ظل انتقادات كثيرة برزت خلال الفترة السابقة ضد ممثلي التيار الصدري في بعض الوزارات؟ نعم، هنا المسألة مختلفة. عندما يسحب اليد من ناس مشاركين في السلطة هذا أمر طبيعي من حقه، يعني بمعنى أنه يرفع الغطاء عنهم. الكفو هو الذي سيثبت ستثبت كفاءته من خلال أدائه، وغير الكفو سينكشف، وبالتالي لماذا يحسبون على التيار الصدري أو زعيم التيار الصدري؟ هو الآن أعلن أنه لم يعد يعني يشكل غطاء لمثل هؤلاء وسحب اليد، هذا بالعكس هذا موقف إيجابي. لكن الانسحاب، نحن نتحدث عن الانسحاب من المشاركة، هذا موقف سيترتب عليه أمور كثيرة شرحناها الآن، وأنا أيضا شرحتها في رسالتي، وأعتقد أنه يتوجب على السيد، نأمل من السيد الصدر أن يعيد النظر بهذا الموضوع. طيب مستشار السيد الكاظمي عبد الحسين الهنداوي لشؤون الانتخابات، يعني أشار إلى أن الانسحابات والمقاطعة لن تؤثر على موعد إجرائها، هل تتوقع فعلا إجراء الانتخابات المقبلة في ظل كل هذه المعطيات الحالية؟ حتى الآن الانتخابات ماشية في موعدها، يعني لا يمكن، بالفعل هو انسحاب جهة، يعني بالتالي لن يؤثر إجرائيا على الانتخابات، لكن يؤثر موضوعيا، يؤثر مضمونيا، يؤثر بالمحتوى. هذه الانتخابات ستكون يعني عرجاء بدون تيار كبير، أو نتائجها ستكون كذلك بدون تيار كبير مثل التيار الصدري، لأنه لا يمكن أن تحرم تيار له جمهوره، وتيار هو يمثل الفقراء والمحرومين، وهؤلاء هم الذين يعني على رأس أولويات السيد الصدر في الإصلاح. أما إجرائيا طبعا الانتخابات سوف لن تتأثر من هذه الناحية، برغم أن المفوضية الانتخابات سوف يربك وضعها، لأنها تدري أكو يعني أعلنت الأسماء والأرقام وكذا، وأعلنت أنه لا يمكن الآن قبول الانسحابات. هاي القضايا الحقيقة لا نعرف كيف سيتم التعامل معها بين التيار الصدري ككتلة مشاركة في الانتخابات وبين المفوضية الانتخابات. أما موعد الانتخابات هذا قائم لحد الآن، برغم أنه الآن في ضوء رسالة السيد الصدر الحقيقة، وفي ضوء أيضا المعطيات الموجودة في الشارع من أن الانتخابات ربما تتأجل لأسباب تتعلق بتداعيات ممكن أن تحصل، يعني هذا الأمر متروك للأيام القادمة. طيب السؤال الأخير سيد حمزة، يعني ما الذي دفع برأيك سماحة السيد مقتدى الصدر إلى الانسحاب من العملية الانتخابية بصراحة؟ بصراحة يعني أعتقد الاحتجاج على ما حصل، يعني هو السيد يرى الساحة، يراها مثلنا كمراقب كمشاهد، ويراها من خلال مستشارين ومقربين منه، قد تكون وصلت له معلومات تجعله في حل من كثير من الالتزامات، وبالتالي هو ربما الرجل محق من هذه الناحية. لكن نحن من جانب آخر نرى أن الحل ليس بهذه الطريقة، ممكن أن يعبر عنه بأساليب وصيغ أخرى، لكن ليس الانسحاب هو الحل الأمثل لمثل هذا الاحتجاج. نعم، حدثنا بصوت وصورة من بغداد الأستاذ حمزة مصطفى الكاتب والإعلامي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في حصاد هذه الليلة عبر رشيد، شكرا جزيلا لك مرة أخرى.